لا جديد وراء القضبان، فبداخله مظلومون جابوا آخرهم، فقرروا بدء معركة أمعاء خاوية طلبا للحرية. خرجوا منذ 3 سنوات بحثا عن العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وثاروا على نظام أفسد البلاد 30 عاما. وبعد 3 سنوات خرجت رموز هذا النظام للحرية، ودخلت سجون الشباب الثائر عقابا على ثورتهم، دخلوا السجون. الاثنين الماضي أعلن الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح إضرابه التام عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه، رافضا أن يلعب الدور الذي ترسمه له السلطة بحسب وصف بيان أسرته، في وقت قرر فيه كل من النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وآخرون قرروا إضرابا مماثلا بمحبسهم مدشنين هاشتاج جبنا أخرنا، وهي الحملة التي تفاعل معها الآلاف عبر الإنترنت تضامنا مع أصحاب البطون الخالية. فهل صار الإضراب عن الطعام هو السلاح الأول والأخير والوحيد للمعتقلين في مصر سعيا للحصول على حرياتهم؟ كان مشهد أبيه على فراش المرض غائبا عن الوعي نقطة فاصلة لعلاء، وفي نهاية هذه الزيارة قرر أنه لن يتعاون مع هذا الوضع العبثي الظالم حتى لو كلفه ذلك حياته. عبارة وردت في بيان أصدرته بالأمس أسرة علاء عبد الفتاح، أعلنت من خلاله أن الناشط السياسي السجين للمرة الثالثة منذ اندلاع ثورة 25 يناير أعلن الإضراب عن الطعام عقب زيارة والده بالمستشفى يوم الأحد الماضي. علاء الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة مخالفة قانون التظاهر في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، قال في البيان نفسه: لن ألعب الدور الذي رسموه لي. وهي العبارة التي أعادت إلى الأذهان مقولة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل عندما كتب من محبسه: للأسف كنت أعلم، في إشارة لموقف تيارات وحركات شبابية من الانقلاب العسكري. قرار علاء عبد الفتاح انعكست أصداؤه على نشطاء آخرين محبوسين على ذمة قضية أحداث مجلس الوزراء، من بينهم أحمد دومة ومحمد عادل، أعلنوا أيضا إضرابهم عن الطعام مطلقين هاشتاج جبن أخرنا، يدعو للإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم في قضايا مخالفة قانون التظاهر. هاشتاج جبن أخرنا شهد تجاوبا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا لإطلاق سراح سجناء الرأي وتضامنوا مع مطالبهم المشروعة. فهل يؤثر إضراب علاء ودوما وعادل على سلطة لم تعر إضراب محمد سلطان منذ 207 أيام أي اهتمام، ولم تلتفت لامتناع معتقلات سجن القناطر عن كسرات الخبز منذ 10 أيام؟ وهل سيتكرر هذا المشهد ويعود علاء على الأسفلت؟ أم تظل لعبة عض الأصابع مستمرة بين سلطة باطشة ومناهضين ما جابوش آخرهم بعد؟ وللتعليق على هذا الموضوع أرحب معي في استوديو مصر الليلة بالناشط الحقوقي أسامة خليل مدير مركز هشام مبارك للقانون، وكذلك أرحب بالناشط الحقوقي هيثم غنيم، أهلا بكما. لكن يعني قبل ما أبدأ معكما الحوار، معنا اتصال مع الأستاذ عادل فهمي والد الناشط محمد عادل المعتقل في سجون الانقلاب. أستاذ عادل أهلا بك معنا، وإيه آخر تطورات الموضوع وجبنا آخرنا في موضوع المعتقلين في سجون الانقلاب ومنهم ابنك الناشط محمد عادل؟ زي ما حضرتك عارف جميع الخطوات القانونيه تم اتخاذها من ساعه اصدار قانون التظاهر، والتعسف القانوني في استخدام هذا القانون المخالف دستوريا للدستور. دخلنا في مرحله الاستئناف وتم تأييد الحكم الظالم على النشطاء الثلاثة عادل ودومة وماهر. دخلنا في مرحلة طلب النقض لحد دلوقتي السلطات بتماطل في تحديد معاد للنقض، وطلبنا في الشق المستعجل إيقاف تنفيذ الحكم الحين النظر في دستورية القانون وفي النظر الطعن، لحد دلوقتي لم يتم، برضو قضاء متعسف مع نشطاء الثورة. الجديد كمان بصراحة قدام حضرتك دلوقتي حتى الدراسات العليا اللي عادل عايز يعملها هو واحمد ماهر في جامعه القاهره، الجامعه بترفض هذا، ان هم مع انهم مستوفين جميع الشروط القانونيه، بترفض كمان ان استكمال الدراسات بتاعتهم الا بعد الموافقه الامنيه، كويس، في مخالفه صريحه للقانون.
تمام. شكراً. دخل النشطاء يعني فعلا جابوا اخرهم في كل حاجه يعني. احنا شكرا جزيلا لك. ربما نكمل هذا ايضا مع الاطراف الاخرى. استاذ عادل فهمي والد الناشط محمد عادل، واعتذر عن ضيق الوقت، واتحول مباشره عبر الهاتف ايضا الى نورهان حفظي زوجة الناشط احمد دومه. استاذه نورهان اهلا بك معنا. رد فعلك ورد فعل الاسره على قرار الاضراب عن الطعام لاحمد وزميله عادل ودومه ايضا احمد ماهر؟ أكيد استقدام القرار الإضراب ما كانش سهل نفسيا، خصوصا إنه أحمد تعبان ويعني المفروض إنه ماشي على نظام علاجي وعلى نظام غذائي، ياخد مفطور ووجبة كل ساعتين وحاجات كده، لكن في النهاية ما نقدرش نعارضه في قراره يعني. لكن هو سلاح خطير نورهان، يعني انتوا رايكم ايه؟ يعني ما رايكم فيه؟ هو سلاح في 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 ظل هذا التعنت وهذا القمع داخل السجون ونظام يعني ليست لديه اي انسانيه، هل من الممكن انه يجيب نتيجه ولا لا؟ والله سواء جاب نتيجه او ما جابش نتيجه، هو يعني يعتبر مجرم وهيبقى الحل الوحيد اللي في ايدينا، لانه للأسف كل طرق الاحتجاج السلمية بقت ممنوعة، وللأسف برضو أننا لجأنا للقضاء وتعدينا كل درجات التقاضي، ولحد دلوقتي آخر درجة بالنسبة لنا هي النقض، والنقض مقدمينهم بقالنا 3 شهور من شهر 6 لحد النهاردة ما تحددش جلسة، فللأسف ما كناش نحب نرجع له لأنه في النهاية تعبير عن يأس وضعف، لكن مضطرين نرجع له. لكن برضو في النهاية احنا متأكدين انه سلاح مهم، وانه اي دولة محترمة المفروض تبقى تاخد ده بعين الاعتبار، والمفروض طيب النشطاء يعني المؤيدين لدوما وعادل وماهر، هل هيكون لهم تحرك في خارج السجون ولا لا؟ اكيد طبعا، خصوصا ان هم الشباب جوه يعني عملوا الاضراب ده في اطار حملة اسمها جبنا اخرنا، هم اللي اختاروا اسمها، هم اللي بشنوها بناء على اطلابهم، فاكيد احنا بره هنبقى بنشتغل على الحمله دي وبنفعلها، والمفروض انه خلال يومين هيكون في مؤتمر صحفي لتدشين الحمله والاعلان عن اسباب اضرابهم على الطعام واخر التطورات. شكرا جزيلا لك نورهان حفظي زوجة الناشط أحمد دومة المعتقل حاليا واللي دخل مرحلة إضراب عن الطعام في حملة جديدة بيقولوا فيها جبنا أخرنا. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو. أستاذ هيثم غنيم الناشط الحقوقي، ليه المعتقل يلجأ لمثل هذا السلاح المميت وفي دولة معروف أنها يعني لن تراعي؟ لان هم سموها صراحه جبنا اخرنا، يعني هم كده فقدوا ايمانهم بالمنظومه القضائيه وبمنظومه العداله في مصر نهائي، وبيعلنوها ان هم خلاص يعني الموت اصبح افضل من الحياه في اشياء كثيره جدا، واعتبر ان ده تصعيد خطير بترافق مع بعض التصعيدات اللي شاهدناها في الاسبوع اللي فات من بدء رصد ان الشباب حتى بدات تكفر بكلمه سلميه، وان هي بدات ترى ان النظام نظام بيواجهها بشكل مباشر ويجب تصدي ليه بطرق مختلفه، وده مؤشر خطير جدا. طيب استاذ اسامه، تفسيرك لبيان اسره علاء عبد الفتاح، خاصه الجمله اللي بيقولوا فيها ان علاء يرفض ان يلعب الدور الذي يرسموه له، تفسيره ايه؟ قراءتك ايه لهذه؟ يعني الحقيقه لو قرانا هذه السطور نجد ان عائله علاء فتاح عائله منذ بدايه الثوره وحتى الان هي عائله تم القبض عليها واعتقال الاسره باكملها، بدايه من الاستاذ احمد سيف الاسلام في الثوره ونهايه بسناء عبد الفتاح الشقيقه الصغرى لعلاء. فمعنى ذلك ان قد يكون يفهم من معنى الكلمه او كمفهومي انا شخصيا ان يكون كان هناك اتفاق على شيء، وربما هو لا يرضى هذا الشيء وربما لا يريد أن يتفق على هذا الشيء. علاء فتاح منذ الثورة حتى الآن في مر عصور الثورة وحتى الآن تم القبض عليه في قضايا عدة كلها حكم عليها بالبراءة، عدا قضية واحدة هي قضية شفيق أو حريق شفيق، وهو حكم عليه بالحكم بالحبس أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ، وكانت معه شقيقته منى سيف. فالنهاية وصلت بهذه العائلة إلى المطاف بعد
ما ربنا يشفيه كمان الاستاذ احمد سيف كمان ربنا يشفيه بعد ما علاء شافه يعني خلاص اصبح على شفا حفره, خلاص انتهت كل الامور بالنسبه له, وهو كان المحرك لنا جميعا في الثوره وبعد الثوره, وهو الدافع لنا جميعا والذين نعمل في هذا المجال مجال حقوق الانسان. فبالتالي ليس امامه اي شيء غير انه يفعل او ما قبل الاخيره, النقطه ما قبل الاخيره, وهو أستاذ هيثم, هل تعتقد أن في ضغوط على النشطاء عادل ودومة وماهر, خاصة أن النشطاء دول يعتبروا يعني ليهم دعم خارجي, يعني صوتهم مسموع في المجتمع الدولي الحقوقي, والخارجية الأمريكية كانت تتحدث في بعض الأحيان عنهم لأنهم نظرة إليهم أن هم صوت حر في الداخل مصر وبعيدا عن موضوع التيار الإسلامي السياسي وغيره, هل ممكن صوتهم ده يوصل ولا لا؟ طيب صوتهم يوصل او ما يوصلش, ما اعتقدش ان هي عادت بتفرق خلاص. الموضوع دلوقتي بقى كره مرميه بشكل صريح في ملعب الشعب المصري والثوره المصريه. لو الشعب اراد الحياه فسيتم توفير له الحياه وسينتصر في النهايه, ان اراد ان يعيش في ذل ومهانه فسيعيش في ذل ومهانه. من استساغ الظلم يستحق ان يظلم, ومن لم يستسق الظلم واراد الثوره يستحق ان يعيش بحريه وكرامه. دي الرساله اللي لاي شخص في العالم, مفيش حد, امريكا مش هتيجي تدي لك حريه, فرنسا مش هتيجي تدي لك حريه, هو قد يعني يطلع بيانات استنكار او شكب او ايا كان, ولكن هو في النهايه لن يتدخل طول ما الكره على الارض في صالح الخصم بتاعك اللي هو المؤسسه العسكريه. فالكره بشكل صريح, ولازم احنا نفهم كده ان الموضوع دلوقتي اصبح في ايد الثوره المصريه, في ايد الشعب المصري. الشباب خلاص قالوا بشكل صريح احنا جبنا اخرنا. الشعب الان يرى الانتهاكات اللي بتحصل له من قطع كهرباء, من غلاء في اسعار المعيشه, وكل هذا الظلم اللي بيحصل دلوقتي انعكاسه المباشر على الشعب. لو الصوت ده مات فتاكد ان الشعب المصري سيذل من حكامه اكثر واكثر. نتحول إلى عمر فياض, وماذا قال له المشاهدون المتواصلون معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ عمر, ماذا لديك؟ عدة تعليقات رصدناها أيمن, وأبدأ من على فيسبوك مع منير, يقول هذه الدنيا الشرفاء في السجن والمجرمين ومصاصي الدماء في الحكم كما يقول منير. أما عن محمد محمدي فيقول ستلقى الحملة بعض الدعم الإعلامي لأن الناشط توجه غير إسلامي, هذا ما يراه محمد محمدي. وأسماء توفيق تقول الشعب المصري كله جاب أخره, وهو ربما ما يتفق مع ما قاله الضيف. أيضا تعليق لمنير, نذهب إذن لتويتر وعليه لهذا المشارك يقول هناك الكثير من الحملات دشنت ولكن دون جدوى. تعليق أيضا لنور تقول ما أكثر الحملات, لكن نريد أفعال, وطبعا ندعم كل الحملات ولكن مش علشان علاء عبد الفتاح بس, ولكن لكل المعتقلين وخصوصا محمد سلطان وصفته به البطل. وكان هو آخر التعليقات. إذن أيمن عليك مرة أخرى. شكرا لك عمر ولكل من شاركوك. أعود مرة أخرى للأستاذ أسامة. أستاذ أسامة, تفتكر من الممكن أن هذه المظلوميات الحقوقية والإنسانية من الممكن أن توحد شباب الثورة مرة أخرى؟ تيار إسلامي ليبرالي علماني, من الممكن ده جبنا أخرنا واللي في الشارع جابوا أخرهم؟ والله لو أن هناك اتفاق بين جميع شباب المصريين على شيء واحد, وهو عودة مرة أخرى للثورة المصرية بكل مضمونها ما سبق من عيش حرية وعدالة اجتماعية, وبعيدا كل البعد عن أي أشياء أخرى يمكن أن تقوم الثورة ويمكن أن نأتي بشيء جديد. تفتكر جبنا أخرنا هذه الحملة اللي دشنها يعني هؤلاء الشباب, ويعني مرحلة المعركة القادمة للأمعاء الخاوية, هل من الممكن يعني يتعامل النظام معها بصورة مختلفة عن من تعامل معهم من قبل زي يعني سلطان وغيره؟ أنا اللي عايز أوصل لحضرتك إن دي نهاية كل يعني مظلوم داخل زنزالة, فبيعمل ايه؟ ان هو بيقوم بالاضرام عن الطعام. وهذه هي النهايه, كانت استراتيجيه في وقت سابق في مصر لتحقيق بعض الاهداف داخل السجون المصريه, ولكن منذ زمن سابق او منذ فتره وجيزه وجدت بعض يعني النشطاء والسياسيين داخل قروا بعمليه الاضراب, ولكن لم تنظر اليها الحكومه المصريه ولا السجن المصري ولا اي حد في شكرا شكرا جزيلا لك أسامة خليل مدير مركز هشام مبارك, وهيثم غنيم الناشط الحقوقي, شكرا جزيلا لكما. إذن عادل ودومة وماهر شباب ثورة يناير في السجون والمعتقلات, بينما رموز مبارك أصبحوا في ساحة الحرية.
عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم فيه بعد الفاصل. السيسي يقر تعديلات قانون الضريبة العقارية متجاهلاً ملاحظات مجلس الدولة، والقانون يعفي الأندية والفنادق العسكرية من الخضوع للضريبة.